أنا كنت بتمشى خارج الدير وكان معايا نيافة الأنبا مينا، ولينا حد من الآباء الرهبان بيجري يندهلي. نيافة الأنبا سرمون جه من مصر وعايزك، قال لي لا تعالى قداس البابا عايزك. كان في صعاب في بداية رحلة الرهبنة؟ الصعوبة اللي صادفناها أنا بالنسبة لي كانت الأسرة. المهام اللي نيافتك كنت بتقوم بيها وقتها كراهب؟ بقيت ماسك المخازن ومعها البوابة الرئيسية بتاعتي. شعب أبنوب من الشعوب المحبة قوي لبلدها، لكنيستها ولأسقفها.